السيسي يواجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني أهالينا 3. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 خيانات بالصين وروسيا لدعمهما برنامج إيران الصاروخي. الأهلي يتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 9 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف. الثانية صباحاً، 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المشروعات شملت عدداً من المحاور الرئيسة بشرق العاصمة، ووجه الرئيس السيسي بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق، كما وجه بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني أهالينا 3. تعرضت العاصمة الإريترية أسمرة لهجوم صاروخي من إقليم تجري في هجوم هو الثاني من نوعه هذا الشهر منذ اندلاع الصراع في إثيوبيا. وأكدت مصادر دبلوماسية عدم ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش إلى ضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة بعد اغتيال عالم نووي إيراني. كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق اغتيال عالمها النووي محسن فخري زادة بواسطة انفجار تعرضت له سيارته في إحدى المناطق في العاصمة طهران. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده فرضت عقوبات على 4 كيانات في الصين وروسيا لدعمها برنامج الصواريخ الإيراني. وأكد بومبيو في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة مستمرة في استخدام جميع أدوات العقوبات لديها لمنع إيران من تطوير قدراتها الصاروخية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 357 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 122 متعافياً من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 100,000 حالة. تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 61 مليون حالة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ووفقاً لمعلومات الجامعة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 61 مليوناً و64 ألفاً و900 إصابة واحدة، وإجمالي حالات الوفاة 1,433,789 شخصاً. توج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 9 في تاريخه بعد تغلبه على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي. سجل للأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، في حين سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد. كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز مشاهدينا. وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز HD هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. نلقاكم على رأس الساعة.